واقفين بره نهرج مع بعض ونتكلم. ايوه ما انا مش فاهم، دخلت هنا تقلبت عليا فجاه، ده احنا كنا قاعد تقول لي ده شغل. شغل ايه وانت بتمتحني في تمرين؟ انا بحبك والله وبدور على الحقيقه مش اكتر. ما هو انت كل مره بتقول لي كده وتقول 5 5 2 تعمل كده، كنت ده اللي انا بلاقيه والله بصراحه. ما تزعلش مني يعني. يلا 5 4 3 2 1 نشوف وجهه نظر الجمهور ونرجع تاني نكمل حوارنا. علاء يا مرسي انت فنان كويس، ربنا خلقك للتلفزيون، ما تعملش سينما تاني. هي الفتره الاخيره طبعا بتاعت الافلام بتاعته دي، يعني التمثيل بتاعه انا شفته يعني زي مصطنع. الصغير ده وجهه الصغير هو ما بيبانش ليه، الاضواء اختفت من عليه فجاه، هو اللي بعد عن الفن ولا هم اللي بعدوا عنه؟ الفنان علاء مرسي قدم افلام مسرحيات سينما كوميديه كتير، لكن هو ما ضحكنيش غير مره ولا مرتين بكتير. والله انا بحس ان الفنان علاء مرسي كان في طاقات غير مستغله او هو فرقعه راحت يعني. ها ايه رايك؟